مرحبا مرحبا. اليوم التصوير بالعرض، يعني صراحة مش عارف وين لازم اطلع. يمكن هون جبت لكم عطور معظمها بدائل من 150 شيكل وينزر، ولكنها نظيفة وجميلة على حسب الوصف. اشتريها وان شاء الله مش راح تندم. اول عطر هو عطر فريش شبيه كريدا فينتوس، رمز رصاصي اسمه. ما يعيب هاي القنينة انها 50 مل، عدا ذلك عن جد اشي مرتب ونظيف وثبت جيد. الثاني عندك عطر برايد من روب روكا، برضو عطر ممتاز، في بدايته فريش وفيه لمسة جميلة حلوة هيك مرتبة. عطر جوكر بمشي معك في جميع الفصول في جميع الأوقات، ولن يخذلك من ناحية جمالية الرائحة، وثبته جيد مقبول. الثالث فخر لطافة. فخر لطافة هو شبيه بعطر واي من إيف سان لوران، عطر جميل جدا يعني ويستحق الاقتناء وسعره يعني بسيط. العطر الرابع لوم انتنس، يعني شبيه عطر ديور اوم انتنس. هذا العطر معروف بالخشب والسوسن ولمسة بودرية، عطر جميل يعني خارج ليل سهرات، عطر رسمي برضه جميل جدا، والتطابق مع ديور اوم انتنس يعني تطابق جيد لا بأس فيه، ممتاز. العطر اللي وراه هوكد، شبيه سكندل للرجال، عطر سويت. هذا العطر يعني ممتاز برضو، أداء جيد، فيه لمسة الكراميل، لذيذ شبابي، يعني ممكن إنه يميل يعني إنه شتوي أو مسائي، ولكن أنا بشوف إنه درجة الحلاوة فيه مش عالي جدا لدرجة إنه نحسبه شتوي. العطر بيمشي معك بجميع الأوقات. العطر اللي وراه عطر كوكتيل، أو إذا سمعته عطر خمرة، اثنين بروح على نفس الاتجاه. شبيهات لعطر أنجلز شير، هذا العطر فيه كونياك اللي هي نوع من أنواع الخمرة، ولكن بالعطور بفكر لا بأس يعني، خمرة الحب اسقنيها. فهذا العطر سويت لذيذ حلو مميز يعني يستحق الاقتناء، يعني جميل جدا. يعطيكم ألف عافية ويلا باي.